وصفتنا لليوم كبة بصدر الدجاج مع فريكة وبرغل بطعم مميز. مين ما داقة إدمان وفورا رح يطالع الورقة والقلم ويسجل المقادير، ممكن أن تفرز وقت الحاجة الطالعية. وانتبهي صبية، وقت بدك ترفعيها بالفريزر ارفعيها بدون إضافة هالحشوة اللي عم بضيفها، بتفرزيها نية وقت الحاجة بتطالعيها من الفريزر وبتخبزيها وبتحضري الحشوة وبتضيفيها ورح تقدميها. وفعلا وصفة بتاخد العقل. شايفي هالوصفات كلها موجودة بقناتي، اكتبي جنب اسم الوصفة دلال حناوي شبيك لبيك. يلا حبايب خلينا نقول بسم الله ونبدأ بتحضير الوصفة. هاي هي الفريكة، هذا الفنجان القهوة السوري، فنجان فريكة وثلاث فناجين برغل ناعم. غليت كوب وربع مي مغلية وصبيتها فوق البرغل والفريكة ونقعتهم لمدة نص ساعة، شربوا المي كلياتها وفتحت البرغلة وفتحت الفريكة. والمقدار رح ينفش معك بهالشكل، اللونه أخضر هي فريكة واللونه غامق برغل ناعم. حطيت الفريكة لآخذ تميز في الطعم الأطيب. طيب كل إنسان له ظروفه، ما له متوفر عندك الفريكة المقدار نفسه حطي برغل، يعني عواض الفريكة حطي كل المقدار برغل. بصلة، معلقة صغيرة ملح، كمون مكون أساسي معلقة صغيرة، ربع معلقة بهار حلبي، معلقة صغيرة ملانة نعناع يابس، هذا المكون رئيسي. دهنة 150 جرام للكيلو لحم، إن كان مفروم دجاج أو لحمة ناعمة. صدر دجاج مفروم، ولنحسن الطعم ويكون أطيب منحط دهنة خروف اللي هي لي. البعض رح يسألني خالي ممكن نعملها بلحم خروف؟ طبعا هي أساسا لحم خروف، ولكن جود بالموجود ممكن نعملها بمفروم الدجاج اللي منجيبه من الصدر، بس ضيفي معه لي لتاخدي طعم مميز وكتير طيب. بالمكسر أو البديل ماكينة الكبة أو دقيهم بالهوان جود بالموجود. حطيت مقدار البرغل والفريكة المنقوع مع المنكهات والبصلة والدهنة، ممكن 150 جرام وممكن 200 جرام لكيلو لحم دجاج مفروم أو لحم خروف، اختاروا حسب ظروفكم. رح أضيف مكعبين ثلج لتدبق معي، ملح يعدل الطعم وبيشد القوام، والثلج بيحافظ على ريحتها وطعمتها وبيعطيها رطوبة وبيجمعها. اعملي زوم لعدسة الكاميرا وشوفي هالعجينة الرائعة، هذا بسبب الدهنة والتلج ومقدار الماء الصحيح. رح نضيف مفروم الدجاج، بهار حلبي معلقة صغيرة، رشة قرفة، برش الليمون بيعطيكي طعم مميز، جربيه وشوفي خصوصا بمفروم الدجاج. جوزة الطيب تقلب موازين الطعم، ورشة ملح لأعدل الطعم. هالمقدار هذا بينضاف لكيلو، بدي أعمل نصه لمفروم الدجاج ونصه لمفروم الخروف، باخد نصه بهالشكل. وضفت هالخلطة السحرية وبدي الجد، جنبي مي باردة متلجة مع مكعب تلج، من حين لآخر بمسح إيدي بهالمي المتلجة وبدعك لتدبق وأسمع صوت الدبقة. صارت العجينة جاهزة، ببلل إصبعتي مي، ممكن التشكيل من خلال الإصبع، ممكن تستعملي السبابة وممكن الإبهام اللي بترتاحي فيه استعملي، بتدوري الكرة وبتفتحي وبتغمقي لتحت لنعمل حفرة بهالشكل، تسع حشوة. دهنت الصينية سمنة بسيطة وصفيتهم. رح ننتقل لتشكيل تاني، ممكن عصاية ممكن إيد معلقة، بلليها
بالمي الباردة وبفتح بهالشكل حفرة كبيرة تسع الحشوة المناسبة. ممكن بس تحشيها مكسرات وكتير طيبة ومميزة. منضغط مشان يصير قاعدة وقت نحطها بالصينية ما تكون مستديرة وتروح يمين وشمال. شوفي شلون القاعدة صاروا جاهزين، وهلأ رح ننتقل لتحضير الحشوة. معلقة سمنة، مقدار فنجان فستق حلبي، تقليبتين، ومنحط معلقة صنوبر، وممكن تستسنوها. مجرد ما أخذ الصنوبر لون معناتها تحمص الفستق. بنفس الطنجرة بصلة صغيرة مفرومة فرم ناعم، ملح. ليدبل البصل منحط اللية اللي هي دهنة ومفروم الدجاج. وركزي صبية، رح أضيف معلقة بشر ليمون تقلب موازين الطعم. بعد ما حطيت بشر ليمون بحط بهار حلبي اللي هو 7 مكونات، موجودة مقاديره بقناتي مع رشة قرفة وعدلة طعم، رح تاخدي طعم مميز. أخذت استواء كامل وريحة بتجنن، رح أطفي النار عنا وأتركها تبرد وبعدين بضيف المكسرات فوقها. اوعك تحطي المكسرات سخنة، تطرى وما بتطلع طيبة. بردت الحشوة، حطيت معلقتين جوز أو معلقة وحدة. بدنا نعطي للكبة رطوبة، بنعطيها سمنة بهالشكل. السمنة بسيحها على النار مجرد تسييح. راح نحطها بالفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 النارين سوا، بس أخذت لون ذهبي كاشف من طالعة، ومنوزع عليها الحشوة المحضرة مسبقا ومنقدمها لضيوفنا. بعض الصبايا والموظفات عم يسألوا خالب أي مرحلة ممكن نفرزها. بعد التشكيل وتفتحي حفرة فيها فرزيها نية، وقت اللي بدك اياها بتطالعيها من الفريزر، وزعي عليها السمنة السايحة وخبزيها، وحضري الحشوة وحشيها وقدميها لعيلتك أحلى طبق طعم بياخد العقل. أنا عندي عزيمة غطيتها مشان ما يغمق لونها وقدمتها ونالت الحمد لله إعجاب الجميع، وما شاء الله طعم وشكل. هالوصفات كلها صورتها، رح أقدمها مفصلاً كل وصفة فيديو لحاله. رولات المسخن في وصفة تاخد العقل غير عش البلبل، حتى زينة المتبل المقلوبة، هي 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 تاخد العقل. نفس التحضير، عواد صدر الدجاج لحم وضفت لها كماية وجبنة وبعض المكونات، اختلف الطعم كلياً والشكل بياخد العقل. انتظروني فيديو لإلك.